أنا وأخوي إن لغة خاصة، هو يعني عشان لا بسمع ولا بحكي، وأنا عشان بشوف إيش يعني إنه يعني متفاهمين مع بعض، قربينا مع بعض، متواصلين مع بعض. فهل إنه إذا في يعني شغل المخبز يعني مثلاً عرس أجم ربطة؟ انه هذا المخبز انه يتطور، انه يعني احنا نحتاج حدا وش اسمه، اذا في حدا يساعدنا نخوف من نحتاج حدا، ليش لا؟ واحنا حابين شغلنا يعني، وشغلنا مليح الحمد لله.